أهلا يمشي الطلابي كذا شخصيته. قام المسير قام عين ساعة يسير يتبع الطلاب. يلا يا شباب كل واحد وصل. يلا يا شباب يلا 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 أنا الأول. هذا محلي. خينك مدرس. أنا دائما محلي. لا أنا محلي. لا أنت يلا أنت مدرس. أنا اللي أتك آخر شيء. أنت مدرس. مدرس هذا على اجتماعيات. عربي عربي. أنا عز الزهر. إيه حبيت الزحف تيجي وراء. أنا عندنا اختبار. عطنا رأي الواحد حقت عمر هبة. أستاذ شيخ دب زي كذا. قم وقف. ما لا أنا. جابر قم وقف. أنا ناسي الدفاتر. وقف على الدار وعلى رجلك. يا ابوي ايش ذا البطريق ذا؟ من يسافر؟ تعال انت سبك. والله من يسافر؟ انا كسر العصا على يده. استاذ انا تعبان ماني موقف المره ذي سامحني فيها. اقول لكم موقف عشان ثاني مره لا تقل ادبك. يصير خير. طلع انت فاهم. تهدد انت؟ تهدد؟ يلا على الوكيل. اسمع طيب فكيتك. روح للوكيل. فكيتك. روح للوكيل. فكيتك. اسمع. فكيت. اسمع لا ترفع صوتك. روح للوكيل قول انا قلت ادبي على الاستاذ. اجل ادري. قلت ادب. روح. يا سبك لا تروح. روح اطلع برا. سوي ترك الجديدة والله العظيم تشوفها. لا لا هشيمة تفهم ولا ما تفهم؟ خير ما حوار. شعرفك موتري. تعال خليك انسان. تعال 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 جبر. تعال اجلس. خاف السبك. خاف. استاذ في واحد صفر يا استاذ. اذا ما طلعت لي صفر فيدا خصم على كل واحد من السلوك 5 درجات. هذا قوم علي اللي بدا. لا تقوم وعندك هي كذابي علي اللي بدا. تعال بيك انت اللي مصفر ولا لا؟ من اللي قال انه مصفر؟ انا من غير هشهد. والله ما اشهد على اخوي. والله ماني سلامات كوكو. انا اللي سافر ولا خايف؟ طار من الزال كذا خاف كذا. خلاص اجلس. خلاص خلاص اقول اجلس. افتح يدك استاذ. استاذ استاذ افتح يدك اقول استاذ. لا تضربني قدام زميلة. تعرف تنقلب استاذ. الهابة الهابة الهابة. ايه الهابة. جيب يدك استاذ. استاذ 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 يا استاذ. ترفع ترى ادبل الجلد يا استاذ. يا استاذ استاذ يلا حجز استاذ. هذا برحمه. اجلس حقك ما في برحمه. اخلص يلا استاذ. استاذ استاذ عنده فكره بس استاذ. ها هذا حذف عليه وراك. قم على الساد درت المياه. ايه القلق. يلا راح. ايه القلق ذا. ولا كاخر بسرعه. مو بعينك على الاسياب رايح جاي. سرك. ايش تحدث؟ انت كل من قال اني حذف صدقته يا الساد. المشرف المشرف جاء. يا سبك عند الاستاذ. المشرف من المدرسه. سالت الاستاذ. هذا مدرسة بدنية. يا مرحبا معك الموجه فلاح. مدرسة بدنية. من إدارة التعليم. يا مرحبا. مدرسة بدنية. هذا نبغى تكفى سنة نبغى بدنية. لا يا حمار هذا مشرف. هذا من أحسن الطلبة اللي عندنا يا أول استاذ فلاح. استاذ فلاح خليني أقدمتي بعد. يا شباب بدون صوت يا شباب. جا مشرف مشرف. متعلمين مثقفين متفهمين يا سعود. يا ورع بكة. متفهمين للمنهج وأنا قاعد أدرسهم هم يعطون زوائد على المعلومات اللي انا ادرسهم. بعطيك بعض الامثله. سعود قم وقف. تختار عشان لعب محمد في الملعب. اعرب كلمه محمد. لعب فعل الماضي. محمد اقول محمد. ايه لعب محمد. الله اعرب لي محمد. محمد اسم. اسم والله اسم مذكر. اسم والله قصه كيجسيس. فاعل. من اللي لعب محمد؟ اجلس اجلس. هو قال محمد اجلس. ما المفعول ده؟ وش الطلبه هذول؟ وش الطلبه هذا؟ اجلس اذكر الله. صدقني في غيره. في ناس هو ناس استاذ. عندي استاذ مشارك. استاذ عندي احسن من ناس. اجلس. في غيره. في غيره يا استاذ جبر. يا استاذ جبر ما يعرف شيء. يا استاذ جبر اعرب لي كلمه طار. القلم في الطاوله. اعرب لي كلمه في. في في حرف جر. المشرف 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 المشرف
المشتري المشتري الثاني. السلام ورحمة الله. الزيارة هذا هذا موجود. اثنين عاد. اه قبضني انا كذبي، ليش تجي حقيقي؟ يلا اسمع الطلب. تعال تعال. خلنا نعيش دور الطلاب. لا لا تعال. شو معقد الاستاذ يا مرحبا بالنعمة. معكم الاستاذ. استاذ عبد العزيز من اداره التعليم جاي عشان يشوف جهودكم ويشوف مدى تعليمكم وفارق بينه وبين القواعد والرياضيات بس علي الابدان نعم يا استاذ قم وقف طيب اليوم اخذنا الدرس عن حروف الجر اذكر علي اذكر حروف الجر عزيز جبر ارحب يا العزوة علي ركز في الجر العضي جبر المداري شمس عادك احتزر احتزر على ما جبر محلك يا جبر وش وش محلك حروف الجر اللي خذناها اليوم يا علي رجاء خاص تكفى يا رحمة روح يعلم علي الإدارة خاص احتزم يا استاذ احتزم في الصوت عالي يا استاذ علي سم طال عمرك إدارة الصف لو تكون بس عشان ما نزعج لا أنا في تعامل استاذ العين كترول تجيب تجيب كش تجي أنا بسبك عني أنا في أنا تعاملي مع طلابي تعامل أخوية صداقة صداقة ما ضربني ما ضربني علمني خلاص خلاص يعني ما أحاول إني أكبت عليهم أو إني استاذ علي صمت العمرك في طالب يصفر حضر لي الآن لا تنفهم بشكل آخر من اللي يصفر اجلس علي الجواب اجلس يا علي رجاء خاص اجلس انا يا استاذ صفر قم وقف من اداب طلابي حتى اذا اخطا يعترف انه المخطئ انت بصفر اطلع الفسحه برا قل اسف استاذ اطلع الفسحه قل لن اتعودها لن اتعودها اذهب واجلس استاذ ما تكلم ذا اذهب واجلس انا مدرسك ارجع اجاوب بجاوب يا استاذ ما رايك يا استاذ عبد العزيز بجاوب بجاوب يا علي لو سمحت لو سمحت البخ استاذ علي انت كفاءه تعليميه بس باذنك اشوف الطلاب يمديك تسالهم اعطيني كتابك لو سمحت هيا بكيك يا عيال المشاهدات صفر الحين لا تعلم علي انا عاد تكفي تكفي مش رفع البث اخر واجب اخذته متى ما خذينا واجب قبل اسبوع يا رجال يا استاذ 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 انا عارف تفضل ما يعطي واجبات انا 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 حالها انا حالها اليوم يا استاذ وش كان عنوان الدرس؟ عنوان الدرس في القواعد يا استاذ في النحو وش عنوان الدرس؟ حروف الجر حروف الجر اول حرف من حروف الجر حروف الف في ثاني حرف من حروف الجر بن فاء يا كابتن يا استاذي لا واجبات ويجينا بدايه الحصه ترى هذا فطور يقول تكلم بدون صوت يا مشرف يقول تكلم بدون صوت هذا سندويشتي من شنطتي يقول تكلم بدون صوت في احد يقول تكلم بدون صوت هذه اي حصه هذه؟ هذه الحصه السابعه الثالثه قبل الفسحه صح؟ ايه الفسحه ترى جعان جعان ترى صار لك سندويشتي جعان انا يعني انت تعلمهم ولا تسرق فسحتهم؟ لا شوف دب شوف ورايك انا كله من باب العقاب عندي علشان الطالب يعني ياخذ جزائه اذا اخطا اسحب من فسحه الاسم الكريم بيغيروني تفضل فرح مثل هذا النماذج في المشرف الكشخه المشرف تفضل يا فلاح عادي خلاص لا والله تجلس مكاني فلاح مثل هذه النماذج المشرفه اللي تعكس تربيه اهلها واحترامها للكبير احترامها للمعلم حتى وان كان المعلم يسرق فسحتك عندك اداره حتى وان كان المعلم ما يعطيك واجبات ولا يخاف عليك ولا يعطيك مصلحتك برضو عندك اداره ترى يسبق قبل شوي استاذ علي ما هي حروف الجر استاذ علي في من عن على عن باء عن عن واو 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 انواع الافعال كم افعال افعال الرياجيل وافعال النشاء ماضي حاضر رتويت هنا رجلت انواع الافعال سوي على التغريد حاضر اقتباس فعل ماضي لا تسوي تفضيل فعل ماضي علي فعل ماضي انواع الافعال الافعال فعل ماضي فعل الماضي فعل الحاضر وفعل الحاضر وفعل المضارع وش فايدة فعل الماضي معلم يا موجه موجه لا يتقن من المعلومة موجه. سوى ثلثيها ثلثيها لا لأني مروح شيء في الراس موجه صدق موجه حلو ردك بس وش فايدة فعل الماضي وش فايدة الماضي إذا ما كان في ذكريات الله خليك ممكن المضارع يصنع فيه المستقبل الجميل الله لا يصنع المستقبل بدون ذكريات شنو بدون الرد لربما يكون المستقبل لا يصنع بدون الماضي ممكن تروح بفعل امر وتصنع انت في الحاضر الله الله
اذهب الحصه اذا فعل الامر ممكن يكون مستقبلا مستقبلا ذهب لا ذهب ما يذهب يذهب مضارع يذهب موجه يحتاج لموجه امر مضارع ماضي ذهب يذهب ما في من افعال مستقبل لان المستقبل بعلم الله استاذ عبد العزيز اكمل ما كنت تقوله من درر من درر انا اقول ادخايس مدرسه فنانه اشوف ايش مخباك ولد المدير الموجه يحتاج الى موجه يا جماعه المدير ابن عمي اموري ميسر انا اصير من انا حقي قبل كلمة ترك يا سندويش وخذه قال اني شرقت اخذ الصمونه حقتي الفلافل حقتكم ناشفه يا ولد حتى هجبن الله الله روح سماج سماج روح مدرسة المو ايه مدرسة المشاهدين مسرحية مدرسة السمايك ما شاء الله نشكركم اعزائي المشاهدين على تحملكم لثقل هذا الدم الذي لا يتقبله احد وهذا يدل على مدى صبركم لنا ومدى وما معنى متحمد العشاء ماكم الا دري اهلا وسهلا اعزائي واليوم يمكن تقولي يا ناس انك سعيده يصدق على يا رب بدك بدك يا عيال دقات قلبي تكفى ركز خليك هنا تكفى ادري انك حاطط الكاميرا ورانا 20 عام وانا قلب حالك ظهرت لي يا ملاك واليوم كنت قولي يا نفسي انك سعيده واليوم